هلو ومرحبا بكم جايز، معاكم كراتوس كي العادة في فيديو جديد من سكوب تيك. والمرة هذية كي العادة جبنا لكم أفار جديد ممتاز ياسر، ماكينة وحش، ماكينة ما فهميش كيفها في السوق الكل، لا من البري لا من الكونفيغوراسيون لا من كل شيء ديزاين. باش تشوفوا حاجة ممتازة عنا برشا مارينا هيش، واللي هي ماكينة فيكس بي سي جيمر، يجينا من عند الكونستركتور لو جيان روغ استريكس ازوس. لي فان نتاع الهايتيك والفان نتاع الجيمينغ يعرفوا برشا انه من قبل لي بي سي فيكس اللي يجيو من عند لي كونستركتور يكونوا جينيرالمون اغلى من لي بي سي مونتي، وذاك علاش لي بي سي مونتي ان سيرتان مومون كانوا هما ديما الحل الانسب للي جيمر ولا حتى للي بروفيسيونيل. اما الماكينه جي كا 10 اللي جينا من عند ازوس روغ تقطع مع القاعدة هذية وتجينا ببري تريز انتريسان مع اون كونفيغوراسيون طيارة على الاخر اللي تنجم تخدم جيمينج ستريمينج وحتى تنجم تمشي كورك ستيشن. وقبل ما نعطيكم البري خاطر نعرفكم تموتوا كان على الاسوام وقداش البري صاحبي، لازم نحكي لكم على الكونفيغوراسيون اللي باش تلقاوها في وسط الماشينة هذية. الكونفيغوراسيون يا سيدك يا بن سيدك، عندنا بروسيسور قوي ياسر يجينا من عند لو جيان اي ام دي اللي هو الريزن 7 5800X، اوكتا كور، اي نعم اوكتا كور، والفريكانس نتاعو يوصل لل 4.6 جيجا هرتز، واحد من اقوى البروسيسور نتاع اي ام دي اللي برشا عباد استعملوه وكان من احسن لي شوا بالنسبه للي بروفيسيونيل وسورتو لجماعه المونتاج وحتى لجماعه نتاع ستريمينغ. التشيبسيت اللي نلقاوها في الكونفيغوراسيون هذيا هي البي 550 وبيان سور جينا من عند روغستريكس، ونتعداو نلقاو في الماكينه 6 جيجا دو رام دي دي ار 4 بيان سور، والكارت جرافيك يا حبيبي هي RTX 3070 روغ استريكس، واحدة من أقوى الكارت جرافيك اللي موجودين واللي نلقاوها أمور رابور كاليتي بري حتى في الأوف ماركت حاجة قوية على الأخر. بالنسبة للستوكاج باش نلقاو في البي سي 256 جيجا اس اس دي ام في ام او 1.2، دونك تهنى على الفيتيس دو ليكتور اللي تلقاه في الديسك اللي موجود. وزادة نسينا باش نحكي لكم على السي بي يو كولر اللي باش تلقاو انير كولر اوف ماركت كانت حاجة طيارة على الاخر اللي تنجم تبرد للريزن 7 5800X من غير حتى مشكلة. وفي البي سي هذا باش تلقى ويندوز 10 هوم وكمان ماوس وكمان كيبورد وكمان واي فاي وكمان بلوتوث، يعني اي حاجة تنجم تستحقها باش تلقاها في الماكينة هذايا. ماوس ليزر خذ، ماوس ليزر تبعاوس، كيبورد عربي انجليزي خذ، كيبورد عربي انجليزي تبعاوس، سماعات سبيكر خود، سماعات نقية وقوية. لي كومبوزون هذوما الكل ازوس روغ تلمهم لنا في ان بواتي مصنوع سور مزور خصيصا للماكينه هذايا. الماكينه تجينا في حجم له كبير له صغير برشا، دونك امور اسباس اوبتيميزي على الاخر. نلقاوها في كولور جراي كلاسي مع اللوغو نتاع ازوس روغ من قدام، ومعها ليد ستريب ار جي بي باش تعطينا الانطباع نتاع الجيمنج وتزين لنا الروم كي العاده. وبالنسبه للاير فلو نتاع الماكينه هذايا نلقاو الجي بي يو بلو ريديشن، دونك فما ان توربين اللي خلي السخانة ما تدورش في وسط الماكينة مي سو ديجاج من تالي، دونك ما عندناش مشاكل متاع سخانة. بيان سور زادا الشاسي مصنوع من ان ميتال اللي هو تخي ريزيستان للسخانة، دونك لو سيستيم دو غفرويديسمون في الماكينة هذايا اللي انتاكت ما عندنا حتى مشكلة وما عندنا حتى تعليق خايب عليه. وفي الاخر نرجع لموضوعنا اللي هو اهم من اللي حكيناه الكل واللي هما الحنينات. الماكينة نلقاوها بسوم ياسر مزيان خيالي ديجا، خاطر كونفيغ كيما هكايا اليوم في السوق تسوى فوق 6 ملايين سورمون. الماكينة جينا من عند ازوس روغ ب 5469 اكاهاو، ومعهم الكلافيي والماوس والكيبورد. دونك اللي انتريسي جايز ويحب ياخذ الماكينة هذايا ينجم كي العادة يدخل على واحد من لي سيت نتاعنا scoop.com.in ولا scoopgaming.com.in، يعدي كوموند توصل له الماشين في 48 ماكسيموم والليفريزون جراتويت على تونس الكل كي العادة. دونك هكا نكون وصلنا لنهاية الفيديو نتاعنا. كي العادة جايز ما تنساوش تعملوا سبسكرايب على الشين، فعلك الجرس، وبيان سور تنجم تدخل على السوشيال ميديا نتاعنا الكل، فيسبوك انستغرام اكسترا، تلقاو اللينكس الكل في الديسكريبسيون. بالله قولوا لنا في لي كومونتير شنو هي المواضيع اللي تحبونا نحكيو عليهم، خاطر ماذا بينا نعطيكم ماتير اللي نتوما انتريسي بها اكثر. دونك هكا ما بقى لي كان نقول لكم جايز ستي سيف اند سي يو ان ذا نيكست فيديو.